بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده بوضوح. النهارده هنروح لاجواء المسرح الجميله. هيبقى معانا النهارده مجموعه من الشباب الجميل الموهوب المبدع اللي عامل عمل فني فعلا متميز جدا، عامل مسرحي راقي، عمل مسرحي كل الاسره تحب تتفرج عليه. هو باشا تقدم في السن وبعدين بتراوده احلام الشباب ونفسه يرجع تاني للمرحلة الجميلة في حياته، وفعلا الحلم بقى حقيقة، وقدر دكتور مخترع ان هو يعمل مصل سحري يرجع الباشا الى سن الشباب. لكن يا ترى بعد تحقيق الحلم هل هيكون سعيد ومبسوط ولا هيبقى ايه؟ المسرحية دي مأخوذة عن نص للراحل العظيم الكاتب الكبير توفيق الحكيم، اعدتها واخرجتها الفنانة المبدعة روان الغابة، وهي ليها وجهة نظر تانية هنسمع منها. ومعانا النهاردة كمان أبطال عرض الخيال العلمي لو عرف الشباب، وهيحكوا لنا بالتفصيل عن كواليس العمل، وكمان هنقدم لكم ولأول مرة في بوضوح العمل نفسه. خلوني في بداية أرحب بضيوفي. طبعا أنا رحبت بيكي في الأول، المخرجة المبدعة روان الغابة، الكاتبة أو المعالجة اللي عاملة النيو تريتمنت، المعالجة الجديدة، والمخرجة. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. وأنا أول مرة أشوف مخرجة مسرح شابة كده، أهلا بيكي طبعا. أهلا بحضرتك. معانا كمان مايا سعد. مايا أهلا بيكي، شرفتينا جدا. معانا محمد حاتم، أهلا بيك محمد. محمد عامل دور مهم، دور الدكتور اللي ضحك على الباشا وقدر ما ضحكش عليه يعني. هنشوف ضحكت عليه. لا، معانا كمان هايدي عبد الخالق. هايدي اهلا، شرفتينا جدا. ومعانا كمان الفنان عادل فطر محمد، اهلا مرحبا بحضرتك. ومعانا كمان مدير العرض او مدير المسرح، اهلا بحضرتك وسعيد بوجودك معانا. اهلا بحضرتك. الفنان احمد رجب. احمد رجب مظبوط، اهلا جزيلا. احكي لي كده باختصار، الفكره جت ازاي؟ مجموعه شباب، المسرح الحديث هو الانتج، هو المسرح الميداني، المسرح تبع بس تبع البيت الفني المسرحي، يعني مسرحيه من انتاج الدوله. فكرت فيها ازاي؟ انا كنت بقرا نص توفيق الحكيم اللي هو لو عرف الشباب، والاسم شدني جدا. هو لو عرف الشباب، فلو عرف ايه يعني؟ ما عرفتش لو عرف الشباب ايه عن البنات، ولو عرف الشباب ايه عن الكبار، يعني ما فهمتش قصده ايه. فلما قريت النص عجبني جدا، وكان له عربيه فصحى وكان اربع فصول وكبير جدا، وقريته تقريبا على 6 ايام يعني، قعدت فتره اقراه. وبعد ما قريته لما لقيت فيه شخصيه الباشا، لان توفيق الحكيم كتبها في الاربعينات، فقلت طب ليه ما خليش الاحداث في نفس الفتره دي في الاربعينات او الخمسينات. فغيرت اللغة العربية الفصحى، نقلتها لغة عامية قديمة زي صدقيني، ممنونة جدا، لكنة الفترة. لا استنى، انت عاملة مقدمة كاتباها على الفرشور. اولا انا عايز اوري حضراتكم الفرشور. بصوا الفرشور بتاع العمل، يا ريت احمد تخش زوم ان عليه من فضلك عشان الناس تشوف الصورة. ده صورة الافيش يا جماعة بتاع المسرحية، شايفين كلها ابيض واسود، كلهم لابسين ابيض واسود، ومكتوبة يعني بشكل لطيف جدا، وفي ظهرها المخرجه. في طبعا كلمه المؤلف، انا اسمحوا لي اقول كلمه الاستاذ توفيق الحكيم، بيقول ان عاش الانسان دقيقه واحده بدون امل ولا هدف، بيشوفها خلود من غير نفع او معنى. توفيق الحكيم، كلمه بقى المخرجه، انت كتبتي قلتي ايه؟ اقرا لنا. حبيت اتكلم عن حاجتين، حبيت اتكلم عن المسرح بوجه عام، وعن مسرحيه لو عرف الشباب بوجه خاص. عن المسرح قلت نهدف إلى إحياء المسرح من جديد وعودة الجمهور إليه بعد غياب طويل، لأن المسرح دلوقتي بقى مسرح مصري فيه مشاكل، لأن الجمهور بقاش يرجع في المهم وبيشوفش القصة. كملي المقدمة. عن لو عرف الشباب، دعوة لإحياء الفن الراقي، فن الزمن الجميل، نقطة. صدقيني يا نوال، سعيدة يا تيزا، ممنونة جدا، هي كلمات راقية تمثل هذا الزمن في سطور، لكن الكلمات ليست وحدها ما يميز هذا الزمن، بل رقيه وأخلاقه وفكره المستنير الذي طالما اشتقنا لتفاصيل وراحت بالي، إنه حقا الزمن الجميل. كل ليلة عرض بنهديها لفنان من فنانين الزمن الجميل. سعر التذكرة من 10 جنيه ل 50 جنيه. يلا اهو. طيب
خلونا باسلوب آلة الزمن نرجع للزمن لورا. هنحول الصوره الان من الوان وتحول بوضوح من الوان الى ابيض واسود عشان نستعد لعوده الى الزمن الجميل ونشوف البدايه بتاعه مسرحيه لو عرف الشباب. يا دكتور طلعت، ايه يا ترى بقالك مده طويله منتظرني؟ لا يا باشا. فين ابني؟ شارد في ايه يا طلعه؟ الباشا ما صبغش. ايه؟ اصبغ؟ مين اللي قال كده؟ اكيد انهال. هي الوحيده اللي تملي بتراقبني المراقبه العسيره دي. لا يا سيدي ما صبغش. خلاص الصبغه ما عادتش بتجيب نتيجه. لا من شيء يستطيع ان يتحدى الزمن يا دكتور. قضينا في الثمانينات بس انا لسه ما جبتش الثمانين يا طلعت. المهم الصحة يا باشا. ايوه الصحة. ارجو تكون حار الانجوكسيل عدد بالصحة على جنابك. وهل يصلح الطبيب ما افسده الدهر؟ ومين عالم يا باشا؟ ده حتى العلم اصبح في تقدم مذهل. والله لما العلم بتاعك يقدر يرجع لي شبابي وبخليه يخبط على بابي. طيب وتعمل ايه لو حصل؟ حصل ايه يا طلع؟ لو العلم قدر يرد لك شبابك من جديد. يرد لك شبابك من جديد؟ وبتقولها ببساطة كده؟ معذور يا ابني. صدق مثالك. لو عرف الشباب. لو عرف ايه يا باشا؟ عرف أهمية مهامك يا طلع. الحيوية والطاقة اللي ما بتنتهيش. الشباب. ياه عارف يا طلعت ان انا درست طبعا في اوروبا، كنت اصغر منك بكتير. الرحله دي ما كانتش للعلم بس، لا ده كان علم ثقافه ومعرفه. انا وزملائي تقريبا ما كناش بننام. ساعات في مكتبات الاطلاع، زيارات للمتاحف للتعرف على مختلف الفنون، ولا الموسيقى الاوبرا يا عزيزي. وكل كون يا طلعت والحفلات والسهرات اللي ما كانتش تنتهي. يا احلى سنين العمر. باشا انت صحيت؟ السر انت طلعت انك تعطيني الحقنه وانا في الوضع ممددا على السرير. يا اخي قلت لك هذا الوضع بينسدني بحاله نعاس، ثم انا ما بحبش قيلوله الظهر دي، افهم بقى يا اخي. مستحيل. وايه ده اللي مستحيل كمان يا سي طلعت؟ ها؟ انت مش رايد لي اني افوق من غفوتي ولا ايه؟ انا اكيد بحكي اللي انا شايفه ده يستحيل يحدث. في ايه يا طلعت؟ مين حضرتك؟ من حضرتي؟ سلامة عقلك يا طلعت يا ابني، انت نسيتني ولا ايه؟ انا صديق بشرفي، انا صديق بشر. اي 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 انت عطيتني ايه في شرايين يا دكتور؟ انا شعري ان دمي سخن كالنار. وشعر بايه كمان؟ شعر بنشاط غريب. ده انا عندي رغبه في اني اقفز للجنينه من الفرنده دي، او اني اجري في الشوارع واشعبط في الاتوبيس والترماي. وطبعا لان عمرك 25 سنه يا باشا. انت عمرك 25 سنه. انا سعيد يا فندم. وانت اللي كنت متردد انك تعطيني الحقنه دي. ادركت ان انا دلوقتي كنت على الصواب. بس تعرف انا هفتان قوي يا اخي، بدي اكل ضلع حر بحالي واحل طبق كنافه باللوز والسنينه. ويا سلام يا سلام لو طبع الشراب القسط. يا سلام. اذا دي معجزه، معجزه. الاختراع ده هيقلب الكون. انا على شت. سلامة عقلك يا طلع. احب احذرك واقول لك ان اكتشافك ده هيجعلك من اصحاب الملايين. انا ما تهمنيش الملايين، انا يهمني عقلي. اللي انا شايفه ده يستحيل يحصل. لكن حصل يا طلع. ويسعدني ان اكون اول من يهنيك يا طلع يا انت. أنا ابنك؟ أنا طيلة الوقت وأنا بعتبرك ابنك. تعال تعال معايا. راح أولا من دورك يا أخي. تعال. فين المراية؟ المراية مش هنا. المراية هناك. إيه؟ تأمل نفسك. يا قوة الله. شفت؟ المسألة ما هياش مجرد نشاط وصحة ودم حامي وبس. أيوه أيوه. المسألة إن الشكل نفسه اتبدل. ده أنا طلع لي شعر يا طلع. أنت ما هو أنت الصديق بقى شريف الكبير في السن.
انت اصبحت شاب، شاب في مرحله البكالوريوس. البكالوريوس؟ بابا بابا يا صوت بنتي يا طلعت بنتك. لا 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 يا نهار اسود، ضروري اهرب واسيب البيت. يا اخي يا اخي بنتي ما ينفعش تشوفني بهذا الشكل. اهرب من هذا البيت. لا 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 يا اخي فين بابا؟ الباشا فين يا دكتور طلعت؟ الباشا انا مش جوه. طردتك بقى انا نفسي. انت مختبئ لسه اكتر. يبقى اكيد في الحمام. اكيد اكيد برضه مش في الحمام. بابا مين حضرته؟ ها حضرته؟ حضرته في الميزان مش كده برضه؟ الحقيقه يعني البدايه يعني غريبه، زي ما شفنا الباشا اللي عنده 80 سنه دكتور اداله حقنه، الحقنه رجعته 55 سنه وبيبدا حياه جديده، وهنشوف لسه خلال الحلقه التغيرات اللي طرقت على حياته. خليني ارجع تاني وابدا بقى اتكلم عن المسرحيه بعد ما عرفنا الفكره. هل انت كمخرجه بتحني للزمن القديم على اعتبار هو الزمن الجميل؟ هل شايفه ان العرض ده مواكب يعني في ظل المتغيرات والتكنولوجي والشباب بيفكر ازاي النهارده؟ انت بترجعينا للبلاك اند وايت مره ثانيه؟ هو يعني ممكن زمان كلنا يعني بنحب الزمن او كلنا بنحب نتفرج على افلام القديمه او معظم الناس، بس اللي خلاني عايزه اعمل الحاله دي على فكره مخرج مصورك دلوقتي بالابيض واسود، انت طالعه ابيض واسود عشان تبقى انت عارفه. انا بس بقول عشان تعيش اللحظه، فتكلمي اكنك في الزمن القديم. الحلقه دي يا جماعه بتدور احداثها في عام 1945. فكل واحد هيرد بالطريقه بتاعت 45 وانا هقدم بطريقه 45. حبيت اقدمه بالشكل ده لان احنا دلوقتي بنواجه مشاكل، او كلنا يعني ايه علاقه ده بيحصل في الواقع دلوقتي؟ علاقته ان احنا دلوقتي تعبنا من اللي بنشوفه في الشارع، من السياسه والمشاكل وحد مات ومش فانت والدوشه والزحمه والشوارع وكل ده، فانت محتاج وقت كده تطلع من الحاله دي وتخش كده مسرح وتهدى كده وتبص بس على صوره حلوه، كلام قديم بيتقال بشكل راقي جدا، ملابس يعني ملابس فيها انوثه، فساتين، بدل، يعني خلاص كفايه بقى جنسات، كفايه بقى اللي احنا بنشوفه، خلينا نشوف حاجه نريح شويه من اللي بره ومن همومنا ومشاكلنا ومن شغلنا والتعب. فاكره زمان كان الفستان كان شكله ايه والبنطلون كان بنطلون النهارده بنطلون تلاقيه نص مقطع مش عارفين يكملوه. الجزم كانت الجزمه زمان حاجه، دلوقتي ما فيش جزمه، يا دوبك كوتشي وزحافي وشباشب وشباشب بقى. شكلك انها تعرف تحقق ده بصراحه. حبيت ان انا احقق الصوره دي، حتى المسرحيه نفسها برضو الديكور والملابس كلها درجات الابيض والاسود والرمادي علشان نحقق صوره الفيلم الابيض واسود. موسيقى تصويريه برضو موسيقى انا سامعك واخده مزيكا بتاعت افلام قديمه. الرجل الثاني، وفي افلام كتيره جدا واخده المزيكا بنفس الكواليتي نفسه اللي هو فيه مشاكل الغروشه، يعني حابين نرجع الحاله كلها بالملابس بالاكسسوار. وبرضه في تليفون صغير لهمام بيه في المشهد ده بتاع التليفون صغير لهمام بيه. المهم اول مشهد ده في الراجل التاني. طيب احكي لي بقى يعني الكروب بتاعك، انا عايزك انت تقدميهم وتقولي لي كل واحد اخترتيه ازاي، وهو كل واحد يكلمني عن دوره. اوكي كل واحد كلهم اخترتهم وانا كنت وانا عماله اقرا النص، يعني شايفه كل واحد لان هم زمايلي في المعهد قبل ما اتخرج. انتوا كلكم خريجين معهد فنون مسرحيه؟ انا لسه في المعهد. وانا طالبه لسه. لسه انا خريج دراسات عليا. احنا الثلاثه دراسات عليا وماجستير. ايه خريج وماجستير. فكنت بعمله في الدبلومه فاخترتهم، وانا بختارهم بعد ما يعني بعد ما شفت كل واحد في الدور قعدنا قلت لهم احنا اول حاجه لازم نعملها نتفرج على افلام قديمه. افلام قديمه. قعدنا كتير نذاكر افلام قديمه، نكتب اللكنه نفسها مش طب ايه اهم حاجه كانت بتميز الافلام القديمه؟ قولي لي كده. اهم حاجه في اللك في اللغه. اللكنات يعني مثلا. اللغه في بينقسم الى حاجتين، انه في كلمات ما بقتش تتقال دلوقتي. زي ايه؟ كلمات واضحه وصريحه زي ممنونه، عفارم عليك، صدقيني، سعيده، سعيده، نينا،
نينا وتيزا. نينا للطبقه لا تيزا للطبقه الراقيه شويه. فاحنا عشان بيت باشا فبنقول تيزا ما نقولش نينا. دي من حيث الكلمات ممنونه سعاده الباشا ممنونه. في بقى اللكنه نفسها. ان مثلا مش في مثلا ما يصدرش الا عن شخص مجنون. لا تقول ما يصدرش الا عن شخص مجنون. في كده يدوسوا على الكلام. وفي هاجر عفيفي معانا بتقول برضو جمله بتقول مش اعمل ايه وياه. اعمل ايه وياه الصوت نفسه بالكلام الطبقه بتتغير والكلام بيروح. راي ابراهيم اللي مالوش اهل الحكومه اهله. زينب مش متكلم مش صعب. كانت المذاكره خدت وقت كتير جدا ان احنا نكتب كل ان اكتب كل الكلمات دي واعمل النص بالشكل ده. بس هم اكيد ذاكروا كمان. عرفينا بقى يلا نبدا بالاستاذه مايا. عامله نبيله. نبيله بنت الباشا ومامتها جليله هانم. بنت دلوعه ومخطوبه وكده ومش يعني مش بتفكر في هموم الدنيا قد كده. بعد ما بطلع بس دلوعه في عام سنه 45 سنه 1950 يعني ده ايام يعني الدلع بالرقي. ازاي يعني كنت بتدلعي ازاي بقى؟ قولي قولي يعني قولي كسفيش. الضحكة بتكون مختلفة. يعني ضحكة زمان غير دلوقتي. بنت باشا. طب احكي وريني كده ضحكة البنت الباشا. ها لا دي مش ضحكة بنت باشا خالص. دي مالهاش علاقة بنت الباشا. لا 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 روان ضربتني كتير على الضحكة وخدي نفس. طب يلا ورينا يلا خدي نفس يلا طلعيه في 10 عدات. يلا ها ما انا قديم برضه عارف انا فحاولت اتفرج على الافلام يلا لا الضحكه اشوف الضحكه انا الماضي انا الماضي والافلام دي اتفرجت عليها كتير قوي تعبت منها بس اياك انت يا حضرتك اياك تقلده الاداء اللي بتعمليه اياك يعني انت اعتبرتي نفسك مين من شخصيات زمان؟ فاتن حمام فانا الماضي فعجبتني قوي. هي حتى بتتكلم تقول مين حضرته؟ حضرته تلميذه عندك مش كده برضه؟ واضح من هيئته شد خجول فبتكون طريقه كلامها والطبقه ايقاعهم هادي يعني هو ايقاعهم مش زي دلوقتي احنا دايما متسرعين بنتكلم بسرعه لا هم ايقاعهم هادي وتحس تنبه في كل حاجه الملابس بتدخلني في الكاركتر نفسه فانا كنت مبسوطه جدا الملابس مختلفه طبعا عن دلوقتي طبعا الفساتين والمنفوشه والاكسسوارات والشعر الميك اب كل حاجه سيمبل وكل حاجه مختلفه فحسيت ان انا دخلت حقيقي جوه الزمن مع الديكور ومع الكاست كله فانبسطت جدا بالتجربه دي. طب نتفرج كده ونشوف جزء ثاني من المسرحيه. طب ايه رايك في الفستان الجديد؟ جميل جدا يا نبيله لكني كنت اتمنى ان الحزام يكون من الشموات. نبيله؟ مين عرفت اسمك؟ كلنا عارفين ان الباشا عنده بنت اسمها نبيله. العجيب ان فعلا الفستان هيكون اجمل بحزام من الشماط. طبعا وحظنا ان انتظرت الباشا اكتر من اللازم انا هستاسف. وعلى ايه العجله دي؟ مش هنتظر هنا الى ما لا نهايه. طب وانا؟ انت حر. معناته ده ستار. طبعا حر. سيب الدكتور يشوف. بنت متاسف. نبيله يا نبيله. ايوه يا ماما. هاي يا حبيبتي بابا شاف الفستان الجديد ولا لسه؟ لا يا ماما بابا خرج استدعاك له محمد علي بالتليفون. مين الشاب ده يا نبيله؟ ده شاب مهذب كتير يا ماما اتخرج من كليه الحقوق غرض ان الدكتور طلعت يتوسط له عند الباشا عشان يعينه في وظيفه. اهلا وسهلا يا ابني. اهلا وسهلا يا هاني. اتفضل تقدر تنتظر الباشا وتعرض عليه مسالتك بنفسك وتاكد ان الباشا هيساعدك بدون الحاجه الى اي وساطه. تشكر. عجيب شكلك مش غريب عليا. ملامحك نظراتك حتى نبرة صوتك هل يا ترى سبق وشفناك مع الدكتور هنا قبل كده؟ طبعا من الجايز لان الدكتور طلعت يعتبر بمثابة اخويا الكبير. اسمح لي اني اعترض على اخوك الكبير لغاية دلوقتي ما فكرش يقدمك لينا او يلنا اسمك. اسمي اظنكم هتندهشوا جدا لو عرفتم اسمي لان اسمي يبقى صديقي. ايوه مظبوط طبعا طبعا. المرحوم والدي الله يرحمه سماني على اسم الباشا تمام. من الواضح انه كان من المعجبين ببابا؟ جدا جدا. ومن الواضح كمان ان الست الوالده كانت من المهتمين بمتابعه صور الباشا في الجرائد والمجلات
وخصوصا في فترة الوحدة، لأن فيك شيء كبير منه. من الواضح إن الباشا في شبابه كان بنفس الشكل ده بالظبط، مظبوط؟ ما نقدرش نقول بالظبط، لكن بالتقريب. بالتقريب؟ طبعا بالتقريب يعني طبعا. أيوه. متأسف يا جماعة، متأسف. ده طلعت. تملي ينسى المفتاح معاه ويرن الجرس. وبعدها يفتح بالمفتاح. اعمل ايه وياه؟ طلعت. الحمد لله على السلامة يا ست طلعت. نورت بيتك. هو انت؟ طلعت ما يصحش كده. ده منتظرك من حوالي ساعة يا حبيبي. عطشان. حاضر. يا ريت شاي من فضلك. حاضر. بسرعة طلعت. الشيك بسرعة. أي شيك؟ أنت ما صرفتش الشيك؟ فلوس يا أخي؟ آه. بنك رفض يصرفه. رفض يصرفه؟ إزاي ده؟ عمدة الباشا متغيرة. عمدتي أنا متغيرة؟ إزاي ده حصل ده؟ عمدة الباشا كانت فيها رعشة الشيخوخة. رعشة الشيخوخة؟ ثم إنهم لقوا المبلغ ضخم جدا. وتاريخ الشيك متحرر بعد يوم اختفاء الباشا. ولولا تأكدهم من شخصيتي كان زمانهم بلغوا عني البوليس. لكنهم اكتفوا برد الشيك ليا وتأسفولي. يعني حتى الإمضة ما عادتش الإمضة. كلام الفارغ ده. روح بنفسك البنك لو عايز تتأكد. نعم. عايزني اروح بنفسي عشان يتقبض عليا وما لاقيش اللي يضمن لي يا طلعت؟ فين العقل يا اخي؟ طب والعمل؟ ده ال 20 جنيه اللي انت سلفها لي خلصت على اخرها. احسب معايا يا اخي. اجرة الفندق 3 ايام بلياليهم، ده غير مصاريف الاكل والشرب والخروج والسهر. بس حق يا طلعت. الشباب ده نعمه يا اخي. اي والله العظيم نعمه. ايه كل الجميلات اللي انا شفتهم في الشوارع والحوانيت والنوادي؟ انا حاسس ان انا عايش معجزه، معجزه. لكن فلوسي، ثروتي اللي جمعتها على مر السنين دي مش هطول منها مليم واحد. اتكلم يا طلعت دبرني. انا شاعر بصداع فظيع. ما تقلقش، ده صداع بيجي من اسر الاجهاد هيزول بمجرد ما تشرب الشاي. لكن دلوقتي يجب انك تسمعني وتسمعني كويس قوي. الحقنه ونجحت وفلوسي ومحجوزه عني، وانا من وجهه نظر الناس والحكومه مخطوف، واسرتي حزينه على اختفائي. طلعت، انا الاول ان احنا نضع حد لكل ده. الليله هتروح النيابه وهتصحح اقوالك، هتقول لهم ان صديق بشرفقي ما اختفاش، ما خطفتهوش جماعه ارهابيه، كل ما في الامر ان هو اجريت عليه التجربه ورديته لشبابه ونجحت. ايوه اخذ الحقنه. حقنه الانجوكسيه. بص يا رفيع، شوف الخبر الضئيل ده اللي مفيش مخلوق التفت اليه. اختفاء جثه شيخ نحو الثمانين، كان يعمل بائع لب وحمص للاطفال في القلعه. ما شاء الله شارلوك هولمز. ما تسخريش مني يا لطفيه. هو ده اللي حصل. الحكايه كلها اتدبرت واتلفقت طمعا في قيمه المكافاه، واندفن بائع اللب والحمص تحت اسم دوله صديق رفقي باشا، ووضعت بقايا جثته في علم مصر على مدفع تحف به سريه الجنود. عجيب يا صديق، مش عارفه ايه جدوى انك تجلد خيالك عشان توصل للخرافه دي. وليه مش قادر تقتنع ان اللي اتدفن وشيع جنازته عسكريا هو صديق باشا رفقي؟ لاني صديق باشا رفقي حي، حي بلحمه ودمه كمان. حي؟ هو فين؟ قدامك. بتقول ايه؟ صدقيني يا لطفيه مش بكذب عليك، انا صديق باشا رفقي. كل ما في الامر ان جوزك طلع تكتشف حاله بتعيد الشباب، جربها على ارانب التجارب ونجحت، جربها على شخصي ونجحت. كان هو كمان لطفيه. انا صديق باشا رفقي. انت مضطربه من كلامي ليه؟ خليك مكانك ما تتحركش. في ارجوك يا لطفيه. لا لا خليك مكانك. تعملي ايه؟ بس انا طبيب المصحة. حالتك تعبانه قوي يا صديق. لطفيه الجو المحيط بينا اثر على اعصابك. لطفيه بقول لك خليك مكانك. لطفيه مفيش داعي لاستدعاء الطبيب. كل ما في الامر ان انا كنت بضحك معاكي. اهلا بحضراتكم مرة تانية. وزي ما قلنا في بداية الحلقة، لو عرف الشباب مسرحية فانتزي او مسرحية يعني ممكن تدرك تحت اطار الخيال العلمي، الانسان او آلة الزمن، الريتيرن باك تو ذا فيوتشر، العودة للماضي، العودة للمستقبل، افكار كلها السينما والمسرح تناولوها بشكل حتى التلفزيون كمان
تناولها زمان لو تفتكروا فوازير تامبوكا بتاعت نيلي، كانت الفكرة آلة الزمن اللي بتخش فيها وترجع لورا وتطلع لقدام. لكن المرة دي محاولة جادة جدا مجموعة من الشباب ان هم يعملوا تجربة جديدة لأدب توفيق حكيم، رجل اللي عنده 80 سنة اللي بيعود بحقنة شباب إلى سن 25 سنة، لكن هو الوحيد اللي تغير وكل اللي حواليه ثوابت. احنا كنا بدأنا واتكلمنا عن أبطال العرض، يمكن بعد ما شفنا يمكن الأدوار بدأت تبان أكتر. أنت دكتور النصاب، أو قصدي دكتور اللي قدر يعمل اللي أقنعه بالموضوع بالظبط. أولا أنت حكي لي أنت تعاملت إزاي مع الفكرة مع الدور لما روان قالت لك أنك أنت هتلعب دور الدكتور اللي اتجنن في الآخر، احنا شفناك من شوية مختل عقليا في المشهد ده بالظبط. هو روان لما روان كانت بتشتغل على المسرحية دي أصلا كمشروع للدراسات العليا، فلما جابت النص كانت لسه في مرحلة الإعداد للنص، فكان لسه الورق كبير كتير جدا، وأنا قريت نسخة قبل، يعني النسخة اللي قبل الدرافت اللي قبل الدرافت ده اللي هو النهائي، فالنسخة كانت كبيرة جدا، وكانت أغلب توفيق الحكيم كان كاتب المسرحية باللغة العربية، أغلبها باللغة العربية، وتوفيق الحكيم عادة بيكتب بلغة وسط ما بين العربية والعامية، فروان كانت لسه في مرحلة إن هي بتحول ده للغة القديمة للشكل اللي عايز توصل له. فطبعا انا قريت المسرح، قريت النسخه الاولانيه دي واشتغلنا مع بعض، بس انا تحمست للشكل اللي هي اللي روان كانت عايز توصل له، وللاسلوب بتاع تناول النص، الفكره البسيطه جدا اللي بتتكلم عن فرضيه ماذا لو الشباب رجع لراجل عجوز بكل بساطه. فدي دي دي قصه، يعني قصه مسليه، يعني قصه في حد ذاتها ما فيهاش اي تعقيد، ما فيهاش اي افتكاسات، فلقيت الموضوع مثير للاهتمام بالنسبه لي. وبعد كده مع مرور الوقت ومع المراحل بقى بعد ما خلصنا النسخه دي واشتغلنا على النسخه اللي بعدها اللي فيها اللغه المتعدله، وبعد كده اشتغلنا على مين عدل اللغه؟ برضو روان؟ روان هي اللي عدلت اللغه. يعني روان عملت اعداد جديد للمسرحيه، واخرجت المسرحيه، واختارت المزيكا بتاعت المسرحيه، وصممت الملابس كريم بتاعت المسرحيه. في حاجه تانية ما عملتهاش؟ خلاص كويس ما مثلتش. كويس ما مثلتش يعني. كانت بتمثل في البروفات ساعتها. مثلت دور مين في البروفات؟ يعني حد بيغيب، هي كانت بتمثل مكانه. حد بيغيب هو اعتراف الممثل. يعني عم بيقولوا لكم مش مشكله، اللي هيغيب بكره انا جاهز. طيب اروح لهايدي عبد الخالق. هايدي انت عملتي دور مرات الباشا. ايوه. اللي فوجئت ان جوزها اللي عنده 80 سنه بقى عنده 25 سنه. وهي ما عرفتش. والله يا دكتور عمرو هو اللي حصل بمناسبه اللغه اللي قعدنا نذاكرها كتير. هي ما ادركتش هي لحظه اختفاء جوزها وخلاص، لان المفروض بعد رجوعه لسن ال 25 سنه تعرفت عليه كشاب جديد بيزور العيله، صديق للدكتور طلعت، وفضلت تتعامل معاه طول الوقت على كده لحد ما المفاجاه بقى اللي في اخر المسرحيه مش عايزه احرقها. بس انت كنتي بتتكلمي بالستايل بتاع سنه 50، بالست الارستقراطيه، بالحضور بتاعها، بالشياكه بتاعتها، بطريقه كلامها، حتى يعني كان في كده شكل برجوازي لطيف موجود في شخصيتك. درستي ده ازاي؟ الحمد لله ان حضرتك قلت يبقى وصل شويه. لو طالما تلاحظ، يعني طالما بمناسبه الكلام القديم، المذاكره بتاعه روان كانت مذاكره عسيره. انت ذاكرت ازاي؟ احنا كنا بنذاكر في صوره ورشه، يعني احنا كنا بنتفرج مع بعض على الافلام القديمه، وان كان في اقتراحات في مصطلحات كانت بتقبل بيها، تعديلات، احنا كنا بنشكل النسخه، يعني اللغه العاميه ما بتتشكلش، احنا كنا بنشكل عشان نقول الفتحه والكسره والضمه، لا احنا دلوقتي بنقولها بقت، زمان بنقولها بقت، يعني ايا كان المصطلح ومفخمة. والحروف المفخمه، يعني مذاكره عسيره زي ما بيقولوا. ايه الكلمه كانت صعبه عليك او الكلمات؟ انت كنت شويه بتتكلمي باللغه العربيه في الحوار. يعني الدكتور طلعت يهمني امره، ولابد اني اتوسل كل طريقه تؤدي الى شفائه. يعني اعمل ايه جمله زي جمله مليانه همزات وسترسات طب والنهارده دي لما تتقال بقى تتقال ازاي بقى؟ بنفس الطبقه برضه، الطبقه الارستقراطيه. يعني زمان الدكتور، دلوقتي بقى ايه؟ الدكتور دي مبالغه شويه، بس هي قبلت بيها. لا هي واخدها من راي ابراهيم، دكتور سنيكي بتوجعني وانا واخد بالي. والله يهمني دي مش عارفه بقت ايه، يهمني عادي، الدكتور طلعت يهمني، ولازم اشوف طريقه تساعده بس، خلاص كده خلصت. طب ايه تاني في البادي لانجوج اتغير من زمان لدلوقتي؟
او الاداء الحركي يعني عشان اوضحها للناس. لا ده يعني كتير احنا يعني زمان كنت تمشي شايله جزء من فستان ويا رايحه ويا جايه حتى لو ما كناش رجعنا لده بنفس القدم ده لكن احنا رجعنا لو حضرتك تلاحظ انا واقفه ازاي فارده جسمي ازاي قاعده على الكنبه ازاي الاتيكيت بقى بس في اصوله القديمه مش اللي دلوقتي اللي احنا بنقوله يعني يمكن روان قالت في المقدمه اللي احنا دلوقتي كلنا شبه بعض ولاد وبنات زمان كانت الامهات لا ما تقعديش كده يا بنت لا حطي رجلك ازاي لا ايديكي ازاي الحاجات دي كانت مخليه في شكل خاص بالقعده والوقفه واللبس وطريقه الكلام ذاكرنا شويه بقى الحاجات دي ما كانش عندنا مصادر كبيره غير هي صوره الافلام الابيض واسود فحاولنا نرجع لها نرجع تاني ابيض واسود نشوف جزء تاني من مسرحيه لو عرف الشباب عليك يا ستي هقبض قلبي لكن ما فاتش الاوان يلا نضحك سوا صديق باشا رفيقي نعم الله يرحمه ويحسن اليه انت منتظره ضيف ابدا وحياتك اندفنت الحقيقه ومفيش مخلوق هيصدقها نبيله فتحي اتفضلوا اتفضلوا سعيده يا رفيق سعيده يا هاني سعيده متاسفه يا رفيق ما قدرتش ازورك غير النهارده كان بدي اشكرك على مواساتك لينا بابا الله يرحمه لا ابدا مفيش داعي للأسف وازاي حالتيزة النهاردة؟ ماما ملازمة البيت ما بتنزلش غير كل خميس عشان تروح تترحم على روح المرحوم الأستاذ صديق تعرف طبعا مدحت خطيبي طبعا بيتهيألي انك قدمتيني لف عزاء المرحوم لعل نسيني متذكر لما جيت تعزي الست الكبيرة أجرن لكم بخير أهلا اتفضلوا اقعدوا يا جماعة انتوا واقفين ليه؟ حالا هحضر الشاي مفيش داعي لطفية انا ومدحت ورانا مشاغل كتير اولها البحث عن سكن مناسب لان مدحت مصر على كتب كتاب طوالي بعد الاربعين وطبعا مراعاه للحداد مش هيكون فيه حفله عائليه بسيطه بسيطه جدا يا مدحت عشان مرحوم بابا ما يستاقش بتربته لا 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 ثق انه مش هيستاق ده من رايي برضو بل من ممكن كمان اننا نحضر مغنيه ولا رقاصه لا يا مدحت كل شيء الا المغنيه والرقاصه ده لا يمكن يرضي المرحوم بابا ابدا يعني يرضيه ان تزف القبر وموسيقى الجيش مش هيرضيه اننا نحضر مغنيه ولا رقاصه اشمعنى احنا ابدا مش كده امال ما قلتليش يا مدحت انت هسافر لباس وزاره الاشغال في الخارج لا انا قررت اني مش هسافر وليه وايه الداعي هرجع بعد اربع سنوات عشان احصل على الدرجه الثالثه لكنك هترجع مسلح باعلى الشهادات اللي هتساعدك على الترقي السريع مهما وصلت درجه الترقي السريع مرتبي هيوصل كام في نهايه المطاف هتحتل اعلى المناصب ان شاء الله اعلى المناصب مش هتكسبني في السنه قد اللي ممكن اكسبه من مشروعي في شهر واحد ولذلك انا قررت اني انشا حي باكمله على ارض مدينه الاوقاف الجديده والله حي باكمله ده مشروع ضخم جدا طبعا نافع لينا وللبلد طبعا لكن المشكله كلها في راس المال بلبله راس المال اجور انتم نسيتوا من هور الثروه كبيره من تركه المرحوم بابا خلاص يا حبيبي اصدقاء اعزاء تسرك رؤيتهم اتفضلوا علينا بالزياره ازيك يا ابني انا جليله جليله هانم حرم صديق رفقي باشا طبعا طبعا ازيك يا هانم انا بخير بخير وانا نبيله ازيك يا نبيله والله وحلويتي ودورتي نمسك الخشب مدحت مالك يا اخي واقف بعيد كده ليه ما تيجي تسلم عليا ابدا انا ما حبيتش بس اني ازعجك لا من الواضح ان صحتك بقت عالوه الحمد لله واتمنى نشوفك في القاهره قريب وافتكر ما يصحش نزعجك اكتر من كده نستاذن احنا مع السلامه يا هاني مع السلامه وما تنسيش تبلغي سلامي لجناب الباشا باشا باشا اللي هو ازاي صحته دلوقتي لسه مواظب على الصبغه اياها مالكم؟ ايه الهجوم ده؟ ابدا ابدا مفيش حاجة مفيش حاجة؟ دخلت المصحة خوفا من الإصابة في الرئة؟ هخرج منها مصاب في عقل أنا لسه فاهمكم إن الطبيب ينفع يعمل وجود هنا بسبب الرئة مفهوم تتحمسوا بتقولوا إيه؟ دلوقتي بس عرفت إزاي الشخص ممكن يصاب بالجنون همسات الناس ونظراتهم ابدا يا ابني ما حدش جاب سيره الجنون تاكد ان وجودك هنا بسبب الاصابه بداء الرئه الرئه وبس ومش اكتر عارف عارف ومفيش داعي تاكديني ده وبنظراتك دي
نظراتي. طيب يا دكتور أتمنى لك الشفاء العاجل. مع السلامة. مع السلامة يا هاني. مع السلامة. إلى اللقاء يا نبيلة في فرحك إن شاء الله. اللي هو إمتى كتب الكتاب؟ مين المتسبب على التأخير ده؟ ها؟ كنتش مدحت؟ بالعكس، ده مدحت نفسه يخطفني خطف. يخطفني خطف؟ أنت ليه قلت الكلمة دي دلوقتي يا نبيلة؟ ليه؟ ليه؟ أنا متأسفة، أنا ما كنتش أقصد، أنا كنت أقصد يعني بالخطف. رجعت تاني نفس النظرات والهمسات. نبيلة كانت تقصد بالخطف. عارف عارف يا تقصد إيه بالخطف. صديق. أيوه يا أخي. صديق بشري فيك. الحمد لله على السلامة. أنا دلوقتي ما عنديش غير أمل واحد، هو إنك تكون عندك تركيبة مضادة للحقنة الملعونة دي، تركيبة تردني لحالتي الأولى للشيخوخة. تقدر يا طلعت؟ أقدر. إمتى؟ بكرة. يعني أنا بكرة هرجع صديق بشري فيك تاني من وجهة نظر الحكومة والناس وأسرتي. أنا سعيد جدا يا طلعت. بكرة لو جهزت لي الحقنة دي أنا هكون ممنون جدا. هخرجك من المستشفى دي واللي لاقي. اتفقنا؟ اتفقنا. عفاية. طلعت يا حبيبي. يلا بينا عشان معاد الدواء. انا اذنك يا سيدي. اتفضل. خليك عند وعدك يا سي طلعت، وانا كمان هكون عند وعدك. كنتوا بتقولوا ايه؟ كنا بنتكلم في موضوع اثبت لي ان جوزك طلعت راجل سليم عقليا ونفسيا كمان. كده طبعا يعني مفيش داعي لوجوده هنا. لا 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 خالص، ده راجل عقله سليم. خلاص يبقى يخرج هو وتحل انت مكانه. بتقولي ايه؟ اللي قالهولي. قال انك مجنون. انا اكيد انه صدر منك كلام ما يصدرش الا عن شخص مجنون. هو وصاني كمان بعرضك على طبيب المصحه. عجيب، انا اللي كنت بظن ان طلعت بيسمعني بعقلي وفهم، لكنه ما زال مجنون. دلوقتي بقى مجنون؟ يا سلام على التحول السريع. لا يا لطفيه، ده ما هوش تحول سريع مني ولا حاجه. طلعت جوزك ما زال فاقد الذاكره. كل ما في الامر ان انا تسرعت في الحكم عليه. كان يجب ان احسن اختبار وقت. صديق، انا عاوز اعترف لك بحالي. انت بتفكيرك الرزين قدرت تدعم حياتي الزوجيه. ايوه يا صديق، انت كان ليك الفضل في ده. ما تنساش ان في حياه كل ست شابه لحظه طيش واندفاع، في تنبت من الفراغ والملل. ومن حسن حظي انك ظهرت في الوقت. فعلا زي ما قلت لحضراتكم قبل الفاصل، احنا قدام عمل مختلف. المزيكا التصويريه زي ما انتم واخدين بالكم مزيكا بتاعت افلام قديمه. تلاقي الرجل الثاني على الثلاثيه بتاعت نجيب محفوظ. على ايه كمان يا روان؟ فتوين هنادي. فتوين دعاء الكروان. في جزء صغير بس مش الجزء المعروف قوي. انت كنت متعمده تختاري الساوند تراك او المزيكا المصاحبه للعمل القديمه. صح؟ بنفس الكواليتي بتاعها. وبنفس الكواليتي بتاعها عشان تدي الانطباع بايه؟ الزمن الجميل، عشان ترجعنا الزمن. انت شايفه ده الزمن الجميل؟ الغريبة انك انت برضو مثلتي، يعني يمكن المشاهد ما يعرفش انت مخرجة متميزة، لكن انت مثلتي، عملتي دور مهم جدا في مسلسل ذات، وكنت برضو مسلسل تقريبا بيحكي نفس الفترة واخد فترة قديمة، كنت طالعة البنت الكبيرة نيلي كريم. مظبوط. وباسم سمرة. مظبوط. ايهما اقرب بالنسبة لك، التمثيل ولا الاخراج؟ الاثنين. بس في نسب تفاوت بين التمثيل والاخراج. تفاوت. أيوه اقرب مهنتي. مهنتي يعني هي اللي مكتوب عندي على البطاقه، وهي في نقابه المهنه التمثيليه وخريجه معهد مصر قسم تمثيل والاخراج لسه ببدا. يعني لو اتفقت معاك على مسلسل دلوقتي اوكي تمثلي فيه، ولا هتقولي انا مشغوله عندي مسرحيه هخرجها؟ لا معاك طبعا. معاك برضو. طيب نروح للاستاذ عادل فطر محمد، عمل دور عم عبده. كلمني عن الشخصية برضو. الشخصيات دي الحقيقة من أصعب الشخصيات، وكانت مميزة جدا في السينما المصرية زمان، من أيام الزيتا والزمبريتا سعادته البيه. وفاكر حضرتك ده انتهاء، وكان في ناس بيلعبوا الأدوار دي، يعني في فيلم بتاع ليلى مراد أنا قلبي دليلي وغيره وغيره وغيره. الشخصية دي دايما الراجل اللي هو بيبقى دايما واخد الشخصية
المحبوبة واللي هو موجود في المنزل واللي دايما بيبقى لطيف ودمه خفيف عملت دور زي برضو زي زمان؟ آه طبعا. الحقيقة يا روان أنا زميلتي في المعهد دفعة دراسات عليا احنا شغالين في المشاريع بتاعتنا. قالت لي يا عادل يا زول بتقول لي يا زول يا زول عايزاك معايا في المشروع. قالت لك يا زول عايزاك معايا في المشروع؟ قلت لها جدا احنا طبعا بنساعد. لحظه انت قلت له ايه؟ يا زول عايزك زول يعني راجل. انا عارف يا زول عايزك معايا في بقى مسرحيه جديده وعايزك معايا فيها تعمل دور عم عبده السفرجي. اه حصل ايه بقى؟ هي قبل ما تقول للسفرجي دي بالتحديد قالت لي عايزاك معاك. هو كان جاي على الباشا. جاي على الباشا. قالت لي عايزاك معاك. انا افتكرت انها ساعتها في الموسيقى في الاضاءه في كده كنا بنساعد بعض في المشاريع كده يعني. فلما قالت لي البروفو يوم كده قلت خلاص انا جاي على اساس انه انا شغال حاجه مختلفه. قالت لي انت هتشتغل دور صغير كده كده. فعجبتني جدا الفكره يعني. عملت الدور ازاي بقى؟ يعني اتأثرت بمين من الشخصيات زمان؟ هم كل واحد منهم قال ان احنا اتأثرنا بافلام زمان، انت مين اثر فيك؟ انا اثرت في طبعا هي ادتنا مجموعه من الافلام كنا بنحضرها مع بعض وبنشوف الشخصيات فرسمت الكاريكاتير المهم طلع عجب روان وطلع جميل يعني. يعني ازاي؟ كنت بتتكلم ازاي؟ يعني ايه الفرق بين دورك اللي عملته النهارده واللي عامله سنه 50؟ يعني في سنه 50 في الاداء الكلاسيك ازاي؟ برضوني يا باشا معالي رئيس مجلس الشيوخ منتظر حضرتك في الصالون الكبير يعني الوقفه وال طب دلوقتي يا بيه رئيس مجلس الشيوخ منتظر حضرتك هو زمان كان رئيس دلوقتي يا بيه رئيس مجلس النواب بقى ما برضه قديمه برضه يا بيه رئيس مجلس النواب منتظر حضرتك في الصالون في الصالون في الصالون بقى دلوقتي بقاش في صالون دلوقتي بقى كله على بعض كله فاتح. استاذ احمد انت يعني طبعا انت لم تشارك في العمل لكن انت مدير العمل الفني انت المسؤول عن المسرح. واضح ان المسرح الدوله النهارده مقبل ان هو يعمل اعمال راقيه ما زال عنده نفس الفكر ان هو يقدم اعمال جميله متميزه. ما خفتوش من شباك التذاكر؟ ما خفتوش الناس ما تجيش وانتم بتنتجوا المسرحيه دي؟ لا نهائيا تحديدا يعني انا مؤمن ان اللي هيرجع الناس تاني للمسرح هم الشباب. الشباب هو القادر على التواصل مع المجتمع وطرح همومه ومشاكله وطرق حلها. روان لما شرحت لي المشروع في الاول قبل ما اقرا النص يعني قالت لي ان انا بعمل حاجه من زمن الفن الجميل. طبعا مش ممكن اي حد يتردد انه ينتج عمل فني من زمن الفن الجميل. وميزه الفن الجميل اللي كان موجود في الفتره دي ان المجتمع نفسه كان جميل. الفن هو الثقافه الحيه اللي بتحاكي المجتمع. المجتمع كان جميل كان صادق. الناس ما كانتش الاداء اللي احنا بنشوفه دلوقتي لحد ما فيه مبالغه. هو المجتمع كان كده. المجتمع كانت القعده بتاعتهم كده كان القوام مشدود كانت الناس بتتكلم بهذا الرقي اللي موجود في الاعمال الفنيه مش 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 مصطنع. احنا بنشوفه دلوقتي نظرا لما طرأ على المجتمع المصري من تغييرات بنتمنى ان هي للافضل يعني. احنا دايما السيد الرئيس دايما بيطلب ان احنا العوده لزمن الفن الجميل ده شيء كويس جدا. لكن الشباب هم القادرين على التغيير هم القادرين على العوده بينا يعني يمكن العرض بيحاكي الزمن الفن الجميل. نتمنى في المستقبل ان احنا نعمل عروض بتعبر عن فننا الجميل لهذه الفتره ان شاء الله. ودي بدايه ان شاء الله. نشوف بقى اهم المشاهد او الفينال او نهايه المسرحيه. شعر مخمول في جسمي حركتي بطيئه قوي يا 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 استديتني ايه يا دكتور؟ يا عيوة الشعر الأبيض والتجاعيد كل شيء رجع لأصله مفعول الحقنة المضادة ده سريع قوي يا دكتور. أي حقنة مضادة يا باشا؟ أنت عبقري مش عارف أقول لك إيه. تجربة كانت مثيرة وغريبة أوي. ليكم حق يا أهل العلم تقولوا إنها تجربة. في إيه يا طارق؟ أنا عمال أكلمك عن نجاح تجربتك،
من اسابيع فاتت كانت مجرد احاديث واكسير وارانب. ايوه يا باشا، الكلام ده ما كانش من اسابيع فاتت ولا حاجه، الكلام ده كان من 4 دقايق بس قبل ما تاخد الحقنه وتنام. ايه يعني؟ ايه حلم؟ كل اللي انا شفته ده حلم في 4 دقايق بس. بس انت اديتني الحقنه، حقنه الانجوكسيل كالعاده. انت شفت حاجه يا باشا في الحلم متعلقه بالمساله دي؟ شفت انك قدرت ترجع لي شبابي تاني يا دكتور. حلم جميل. دلوقتي اتضح انه حلم جميل، لكن صدقني طول ما كان حقيقه كنت بجاهد للخروج منه. وجاهدت فعلا؟ واي جهاد. الانسان لو عاش لدقيقه واحده بدون امل او هدف بيشوفها خلود بدون معنى. ايه الكلام ده يا باشا؟ ده حلم، حلم شافه الباشا. انتوا بتتكلموا في الاحلام؟ يا هاني، لو عرفت انت قد ايه كنت كريمة ورحيمة معايا في الحلم. طيب وفي الواقع؟ ما اقدرش انكر، طول عمرك، طول عمرك يا جميلة. هي فين نبيلة؟ نبيلة بره مع الخياطة بتشوف الفساتين الجديدة. أرجوكي تنديها لي يا هاني، بدي أشوفها. حاضر. نبيلة يا نبيلة، لحظة واحدة يا ماما. لا أرجوك يا دكتور ما تبصش في ساعتك، أنت لازم تنتظر لحد ما لطفية تخلص مع الخياطة. أيوة يا هانم بس. أرجوك. حاضر يا هانم تحت أمرك. إيه رأيكم في الفستان الجديد؟ مدهش. الله، حلو قوي يا نبيلة. انتظري بقى حكم بابا، شايفة مدقق في الفستان الثاني. حزام الشمواية يا نبيلة، ومن نفس لون الفستان. سعيدة. أهلا يا مدحت. أهلا يا دكتور. أهلا يا مدحت. أهلا يا مدحت. أهلا يا باشا. إزيك يا ابني؟ الحمد لله. قول لي يا مدحت، يا ترى غيرت رأيك في موضوع البعثة؟ أبدا. مشاريعك يا ابني. أي مشاريع؟ ما خطرش على بالك أي أفكار أو مشاريع؟ خالص. ليه يا بابا؟ هو مدحت قالك إنه عاوز يصرف نظر عن موضوع البعثة؟ لو قرر له مطلق الحرية. وإيه الداعي بس إني أصرف النظر عنها؟ محدش عارف بكره جايب ايه يا ابني. سعيدة. اهلا يا لطفية. اهلا يا هاني. لطفية هاني. باشا. اهلا يا باشا. طمنيني عليكي. بخير. ازاي الاحوال؟ الو؟ مين يا فندم؟ كرب محمد علي؟ لحظة واحدة. بابا؟ الو؟ ايوه انا سجير يا باشا، مين معايا؟ اهلا يا باشا. اهلا وسهلا. مفهوم عليك. الازمه الوزاريه. حاضر يا باشا. بكل ممنونيه. لا مسافه السكه على طول. روفوار. مع السلامه. انت هتنزل الوقت يا باشا؟ ايوه يا هادي. من الواضح انه تم ترشيحي لرئاسة الوزراء. وهتقبل طبعا يا بابا. الواجب يا بنتي. مبروك. مبروك. مبروك يا نبيلة. مبروك يا باشا. مبروك يا مدحت. مبروك يا دكتور. مبروك يا باشا. مبروك يا هانم. مبروك يا باشا. أشكركم جميعا. جاكيت يا هانم لو سمحت. ده جاكيت معالي رئيس الوزراء. لا 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 يا نبيلة، ده واجبي أنا يا حبيبتي. وبهذه النهاية الجميلة انتهت المسرحية. الباشا رجع تاني عجوز زي ما كان، وبعد ما كان عاش فترة طويلة انه هو شاب صغير من 80 سنة بقى 25 سنة، وزي ما شفنا على مدار الحلقة رجع صغير، مراته ما عرفتوش وبنته ما عرفتوش، والدكتور اللي اداله الحقنة اتجنن وكل ما حدث. لكن هما في الاخر عايزين يقولوا رسالة في نهاية الحلقة. الرسالة اللي انت كمخرجة ومبدعة عدتي صياغة هذا النص لأديب كبير زي الأستاذ توفيق الحكيم مرة تانية، عايزة تقولي ايه؟ طبعا عايزة اقول من النص ده الرسالة اللي مقدمها توفيق الحكيم، ان كل سن وليه مستو، يعني الشباب ده ليه مستو، انك لازم تنتهز فرصة شبابك ونشاطك، انك تشتغل، انك ما تضيعش وقتك، انك تعمل حاجه في حياتك، علشان لما توصل سنك وتبقى كبير يبقى ليك مكانه في المجتمع.
وانت لو كبير ما تزعلش ان انت كبير ونفسك يعني ما يكونش في نفسك يعني ترجع صغير، لان يعني السن الكبير ده انت معاك عيلتك، معاك ناسك، الناس عارفاك. لو رجعت صغير هتفقد كل شيء. ده اللي عايز يقوله توفيق الحكيم. طبعا عايز اقول من المسرح ان انا نفسي الناس ترجع تشوف المسرح من تاني. وانا بحب المسرح جدا، ولو عرف الشباب بالنسبه لي تجربه جديده ومهمه، لانه احساس انك داخل تتفرج على فيلم ابيض واسود يعني ده في حد ذاتها تجربه جوه تجربه نص توفيق الحكيم نفسه. كان مين يوسف بيقول يا ليت الشباب يعود يوما؟ صح؟ ها مايا عايز تقولي ايه في يعني في المسرحيه دي؟ وتقدمي نفسك كممثله لاول مره خريجه معهد في المسرحيه؟ انا في ثالثه معهد في المسرحيه لسه ما اتخرجتش. المسرحيه عجبتني لان زي ما روان قالت حقيقي ان كل سن وليه طعمه وليه كل حاجه ليه ميزته. ما ينفعش ان اكون مثلا سايف سن صغير اقول يا ريتني اكبر، او انا كبيره اقول يا ريتني ارجع وانا صغير. يعني انت نفسك كنت ترجعي ايام زمان وتمثلي ايام زمان؟ انا كان نفسي في طريقتهم، في تعاملهم، في لبسهم، في كلامهم وبساطتهم، نفسي في كل حاجه بجد. كان نفسي تاريخي يبتدي من ايام زمان مش من دلوقتي. محمد انا حاسس ان توفيق الحكيم بيقول يعني احنا كلنا يعني يعني البطل الحقيقي للنص هو توفيق الحكيم. هو بيقول ان يعني انا حاسس ان هو بيقول ان الشباب شباب الروح مش شباب، مش لازم نرجع بالزمن. التاريخ جزء من الانسان اللي بيبنيه طول عمره، فده في حد ذاته شيء يتقدر يعني. هايدي الى جانب الرساله اللي بيقولها توفيق الحكيم اللي هم شرحوها، رساله روان في اختيار النص ده تحديدا والصوره الجماليه الشكليه اللي هي حابه توصل لها دلوقتي عشان ترجعنا لهدف المسرح القديم اللي هو المتعه والراحه، لازم يرجع هدف تاني لمسرحنا دلوقتي. عادل لو عارف الشباب ومضى وشراره لمسرح جاد، لمسرح بيحترم جمهوره، لمسرح بيقدم فكره بتحترم اي حد بيدفع فلوس يعني يحضر عرض يعني. أنا بشكرهم جدا وبشكر كل الشباب اللي بيعملوا بالمسرح، لأن مفيش أي مقابل غير إن هم بيحاولوا يدعوا للتغيير في المجتمع. بنشكر حضرتك لاهتمامك بكل شباب المسرحيين وكل اللي بيهتموا بيهم. إحنا محتاجين مزيد من الدعاية، مزيد من الرعاية، مزيد من الاهتمام. بنأمل إن ده يحصل في المستقبل، هو ده اللي إحنا بننتظره إن شاء الله. وأنا بشكركم جدا على ممكن اقول حاجه برضو مهمه. احنا طبعا يعني المسرحيه في ناس تانية طبعا ما طلعتش معانا سواء مساعدين او ممثلين، دول كلهم يعني او مهندس ديكور بالظبط، مهندس الديكور وبتوع الاضاءه. ايه ده الديكور مش انت اللي عاملاه؟ لا ولا ديكور ولا اضاءه فلتت مني. عموما انا في ختام الحلقه دي انا بشكركم جدا، انتوا كجيل على بعض بجد جيل متميز، عاملين شغل متميز، وانا سعيد ان مسرح الدوله هو اللي بينتج العمل ده والمسرح ده. وعايز اقول لكم يلا استمروا، وانا بقول لكم العمل ده عمل جميل، لازم احنا كجمهور نرجع الذوق الجميل. هم لما عملوا عمل اللي فيه فن قديم كانوا قصدهم يقولوا ان كان زمان فيه ذوق جميل اللي فن رفيع. بشكركم جدا، نورتوني، وجود لك وربنا يوفقكم دايما. دي حلقتنا النهارده بوضوح كانت مع مسرحية من المسرحيات الشابة المتميزة لجيل متميز، لو عرف الشباب، للرائع الراحل الكبير توفيق الحكيم. بشكركم جدا، تصبحوا على ألف خير.